اهو يا جماعة، مسكت لزق القمر ده ولزقتها. طبعا دي حاجة مش شرط خالص، انا اللي غريب يعني، سيبكم مني ولكني عملت حاجة. تمام، اهو حضرناها. اول حاجة هنعملها ان احنا هنعمل دايرة كبيرة، بس مش ده هعملها اهو، وديكوا شايفين بلاش كبيرة أوي يعني، على قد الورقة ما تبقاش حاجة أوف، حاجة حلوة. تعالوا هنشوف هنعمل ايه تاني. هنبتدي ان احنا نمسك المسطرة ونقسمها من النص، من النص بالظبط، او لا خلينا تحت النص بسيكة. نحاول بس تبقى مظبوطة عشان ما تبص. هنعمل خط تاني جنب ده، تمام كده لحد دلوقتي قشطة. هنطلع فوقيها شوية ونعمل خطين كمان صغيرين. هنوصل ببعضه. تمام، وصلنا كده، عملنا شوية خطوط كده حلوة. هنعمل ايه بقى؟ نجيب البرجل تاني، بس عايزين فتحة أصغر من دي. اهو هقف عند النقطة دي اللي هي نهاية الدايرة أصلا، وهعمل دايرة تانية بس مش كاملة، هوصلها لغاية الطرفين. أكبر الفتحة وأعمل واحدة جنبها أختها توأمها. اعملوا لايك يا جماعة بليز، يعني انت مش خسران حاجة، مش خسران اي حاجة كمان. تمام، عايزة بس اظبط بالجمة كده البواقي دي. ها تمام لحد دلوقتي، تمام. نعمل ايه تاني دلوقتي؟ على فكرة هو منظر بسيط جدا جدا كمان، يعني اي حد يقدر يعمله. هنعمل كده ونخطط الحتة اللي هي بين دي ودي، نملاها خطوط رفنطوعة أمورة اهو. اهو اهو المهم هكمل لغاية الآخر وهرجع أوريكوا تاني. أهو خططتها وإيه يعني مليتها خطوط كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الخطوط مش خطوط مهندس يعني، بس على قد ما أقدر حاولت إنها تكون إيه ظابطة. تمام، دلوقتي حان وقت التلوين والتظليل. تعالوا نشوف هنحتاج الوان ايه وقلم ايه. يلا بينا، هو ده كل اللي هحتاجه وانا بلون. تمام، هو ايه ده؟ قلم رصاص، واحد خفيف واحد تقيل،
يعني درجة اتش بي ودرجة تو بي وقلم اسود، هو ده. وهنعمل رسمة جامدة، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بالاسود هلون كل خطوطي اللي انا عملتها، يعني بصوا دي هلونها ودي هلونها، تمام هلونها بقى كده واوريها لكم. وكده اكون خلصت الاسود زي ما قلت لكم. بس قلت بالمره كده اعمل حاجه صغنطوطه، ان انا عملت ايه بنفس القلم الاسود الرصاص عادي الفابريكاسل الالوان يعني، تقلت على دي وتقلت على الاوتفيت الخط الاساسي، تمام كده خلصنا. لا فاضل حته كمان صغنونه وهنكون خلصنا المنظر القمر بتاعنا. تعال دلوقتي نشوف هنعمل ايه. دلوقتي هنعمل حاجة اسمها تظليل. تظليل عارفة ان مش كله يعرفها، تمام بس يعني هنشوف. مش احنا كنا متفقين ان معانا قلم 2B وقلم اتش بي، هنستخدم ال 2B اللي هو الغامق، وهنبدأ الحتة اللي تحت نعمل كده. بصوا بيتمسك كده كده مش كده كده اهو كده اهو. وكذلك الكرة الصغنونة دي لحد ما تخلص واوريكم المنظر هيبقى عامل ازاي. انا خلصتها بنفس الطريقة اللي هي دي، بس طبعا غصب عني ممكن القلم يتقل للحظة يخفف للحظة، ف مش لطيفة. وهنا بقى تيجي أهمية المنديل. هتحط حتة صغيرة كده وهنكلكعها كده كوف، نعمل لها كفتة كده، عارفين الكفتة بتاعة العيد هنعملها. وهنبدأ كده اهو كده كده على نفس الخط، يعني مش كده نفس الخط اللي ماشيين بيه بالراحة. هتعمل فرق كبير اوي على فكرة، يعني لما يلاحظ يبقى في الضياع وملوش في حاجة اسمها رسمة اصلا. اهو لفرقت، تمام. دي بنستخدمها في ايه؟ دي مش شرط نرمي المنديل على فكرة، بصوا في اي رسمة بتبقى محتاجة حتة حتة كده سودة ما بنعرفش نعملها ازاي، فبنقوم واخدين المنديل ده اللي كنا شايلينه ونستخدمه، تمام تمام لغاية دلوقتي عسل. نجيب الدرجة المش تو بي ال اتش بي ونبدأ نعمل ما بنفس الطريقة كده برضو الحتة اللي فوق دي كلها. بالنسبة اللي في النص دي هنعرف دلوقتي هنعمل فيها ايه. نعمل اللي فوق وايه بنفس الطريقة كده برضو، وهوريكم يعني وهنمسحها برضو سوا كده. خلصتها، شايفين الفرق؟ الناس اللي بتقول مفيش فرق، المنديل ما بيعملش حاجة. لا بيعمل، بيعمل جامد قوي. بصوا الفرق، دي سايحة، بصوا دي خطوط باينة خطوط. بصوا برضو فرق الدرجة، ده اتش بي ده تو بي، ده تو بي سوري ده تو بي ده اتش بي، تمام اتعلموا ايه. تمام تعالوا نمسك المنديل ونعملها. Thank you.
فاضل لي حاجة صغيرة قوي وهخلص الرسمة بتاعتش. تمام. دلوقتي هجيب القلم الأسود الرصاص اللي هو الألوان، وهعمل شوية كده ايه عصافير. طبعا عصافير الشعب المصري أظن احنا عارفينها، كده نقطة كده، دي عصافير الشعب المصري أصلا. طب احنا ليه بنعمل دي؟ لأن هما بيكونوا طايرين فاردين جناحاتهم، فبيبقى كأن ده جناح وده جناح، ودي ايه اسمه. لكن لو حد بقى عايزك ترسم له عصفورة بوضوح، رسم عن العصافير، اوعى تعمل له دي. دي مجرد ان هما طايرين وعاد وكده. حاولوا ايه تفننوا يعني، ما تنوش الورقة كلها عصافير كده. يعني مثلا كده بالنسبة لي كده ايه خلص اهو. تعالوا نشوف هنعمل ايه في الحتة دي. عاوزة اجيب فيها مثلا، تعالوا ندخل اي لون، تعالوا نضم لون الأورنج، هيبقى حلو أوي. يلا على بركة الله. المهم اخلص الحتة دي بالأورنج وهوريكو. بعد ما خلصت الأورنج جاب بالي اني اعمل بيش، فعملتها. انا اي حاجة بتيجي في بالي بعملها عادي جدا، وده الشكل النهائي. انا شايفه انها جامده جامده قوي. تعالوا بقى نقارن بين الاثنين. استنوا كده اجيب القديمه ونشوف. اه يا جماعه، دي الجديده طبعا، دي القديمه. انا شايفه ان الجديده احلى بصراحه. كده خلصنا؟ لا ما خلصناش، فاضل حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. لازم امضي باسمي. من فضلكم بليز 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 بليز، يعني خلوني اوصل كده حبة حلوين مشتركين ولايكات. فمن فضلكم اعملوا لي لايك وسبسكرايب وكومنت، ويا ريت لو شير وايه، وجربوا ترسموها. تمام. ولو رسمتوها ابعتولي على الانستجرام، ايه رأيكم؟ واعمل فيديو اعرضها فيه. كل اللي يعرف يرسمها يصورها يبعتها لي على الانستجرام. خلاص، مسابقة. الانستجرام بتاعي اسمه وعد احمد 2007، يعني وعد احمد بالانجلش 2007. تمام. يعني كده اكون خلصت. يا رب تكون عجبتكم. اه قولولي في الكومنت، من فضلكم قولولي عشان اعرف راسي من رجلي. قولولي عايزين فيديوهات زي دي تاني، رسموا الحاجات الجامدة دي، ولا اللي هو التجميعات والحاجات دي بتاعت التيك توك والصور والكلام ده. تمام، يلا باي.